اهلا وسهلا بك مشاهدي الكريم في هذا اللقاء، ورافقكم فيه عصام الشوالي من خلال التعليق. مانشستر يونايتد ضد ارسنال، هذه المباراه المنتظره ينتظرها كل العالم وليس فقط في بريطانيا. المان يونايتد ضد الجانرز، صراع 100 سنه من كره القدم. نعم عصام، حتى المدرجات يتزاحم فيها الجمهور من كل جهات العالم وليس فقط خلف الشاشات. الكل ينتظر ويترقب هذه المباراه، الكل يتعنى ليصل الى ميدان المباراه، لانها فقط تجمع بين غريمين ومتنافسين بقيمة مانشستر يونايتد وأرسنال. يعني تعودنا نشوفه من أليكس هانتر في مستويات كبيرة يقدم فيها، ولكن في الأيام الأخيرة الأداء كان فوق العادة حقيقة. أداء استثنائي تحسن كثيرا، مما جعله يحظى بثقة الجميع ويتم اختياره في فريق الأسبوع في فيفا أولتيميت تيم. ذكروا أنها المرة الرابعة للاعب في تاريخه اللي يحظى بهذا الشرف. حسب معلوماتي عبد الله انه الملعب الاميريتس سيحمل هذا الاسم في عقد مع شركه طيران الامارات الى حدود 2028، يعني ل 2028 ملعب الارسنال سيبقى تحت اسم الاميريتس، سبونسور رئيسي والرسمي للنادي الارسنالي. نعم عصام، لم اتوقع ان يكون الاتفاق على التسميه سيستمر كل تلك المده. طبعا الارسنال تاريخ وبطولات، ويكفي او تكفي المعلومه أن الملكة إليزابيث هي عاشقة للجانرز. بكل تأكيد هذا إضافة بالنسبة لأرسنال، وأعتقد أن فريق بحجم أرسنال وبعراقته ويظل من أهم الأندية العاصمة لندن، وبالتالي من الطبيعي جدا أن النخبويين في البلد ينتمون إلى هذا النادي. انتهى الكلام، انتهى الانتظار، الآن المباراة تبدأ بلغة الأقدام. أكيد الهجمة واعدة. وين روني؟ دفاع مش في المستوى بالمرة، المدافع يستعيد الكرة. كرة كانت ممتازة، نقل كرة جميل. المساندة مطلوبة الآن واللاعبين يأتون للدعم. رويس أنطونيو فالنسيا. وين روني؟ مورغان شنايدرلان. فرانسيسكو كلان. سلسلة من المراوغات يمر حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد. عملية هجومية ممتازة. أوليفييه جيرو، فرانسيسكو كلان، لوران كوتييني. ميزوت أوزي ممكن يفكر بالتسديد من هنا. بكرة قدم جميلة، فريق واثق من نفسه في انتظار وجود الثغرة للانطلاق أمام المرمى. يفشل اللاعب الخصم في المرور، اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. كرة تمشي باتجاه الحارس. هنا واضح خرج قبل الكرة اوف سايد. ماتيو ديبيشي. البناء الهجومي ممتاز جدا، والعمل على محاولة ايجاد حلول متواصلة. محاولة للهجوم. ميزوت اوزيل. يفشل اللاعب الخصم في المرور، اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة.
هجوم رائع. تسديدة على المرمى، فرصة كبيرة بتسديدة والقاية. فرانسيسكو كلان، ماتيو ديبيشي، كرة ترجع له بعد ما كان مررها من لحظات. كرة خرجت، فما تماس. مورغان شنيدرلان، ميكايل كاري، مورغان شنيدرلان، لازال الانطلاق بالكرة إلى الأمام، مسافة طويلة يقطعها، محاولة رأسية، كور أليكس هانتر يهز الشبكة. لنشاهد الهدف من جديد. ما زال السكور في أفضلية اليونايتد. ناتشو موريال، كرة ستعود للملعب من التماس. ميكايل كاري، برافو المدافع، يتصدى لها في الوقت المناسب. تمريرة مميزة، قد يكون لدينا فرصة هنا. هذه هي، أمر مميز جدا، تعادل آخر. نظرة أخرى للهدف من زاوية مختلفة. وين روني؟ أكيد لدينا فرصة هنا. رويس أنطونيو فالنسيا يتحكم بالكرة بشكل جيد على أرض الملعب. أليكس أوكسلي تشامبرلين يسترد الكرة، فريق المان. فرصة غاية من الروعة، هدف يتقدمون به. لنلقي نظرة أخرى على الهدف. ما زالت النتيجة ضد الأرسنال. فرانسيسكو كلان، ناتشو موريال، ميزوت أوزيل، الاستحواذ متواصل على الكرة والتمريرة ممتازة. بوسيشن الكرة كان أكثر بحوزة أرسنال، ماذا يعني هذا عبدالله؟
نعلم جميعا عصام أن أرسنال دائما في مبارياته هو المستحوذ على اللعبة. تسديدة وكرة في اتجاه الحارس. ممكن يفكر بالتسديد من هنا. كرة ممتازة على الطرف. قدرة عالية من المدافع. ميزوت أوزيل. Referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. مسيرة المحاولات متواصلة لإيجاد الثغرة. كرة ممتازة تفتح اللعب على الجناح. تمريرات مميزة والدفاع مستواها أفضل. الآن نذهب إلى فترة استراحة بعد نهاية الفترة الأولى. حسب رأيي الشوط الأول كان جيد ومرضي لهذا اللاعب. أعتقد أنه راح يكون سعيد بهدف الذي أعطى التقدم في النتيجة وسيحاول أن يضيف الثاني خلال الشوط الثاني. نحن في الشوط الثاني ولا يزال فريق متأخر. حاليا نحن أمام حتمية التغييرات. حكم المباراة يزفر الشوط الثاني يبدأ الآن. أليكس أوكس ليت شامبرلين. سلسلة من المراوغات يمر حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد. هو الدفاع لا زال متماسك. بسبب هذا الدفاع الرائع ينال ويحظى بإعجاب الجميع. ايرون رامسي. ميزوت اوزيل. اوليفيه جيرو. هذا الفريق عنده قدرة غريبة على الصبر. شوف التمريرات المتواصلة يستنى الثغرة للمرور. لازال الانطلاق بالكرة الى الامام. مسافة طويلة يقطعها. انريتش. كان بناء جيد جدا للكرة الأخيرة ولكن فقدوا الكرة في النهاية. ناتشو موريال. محاولة للهجوم. يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. أليكسيس سانشيز. موصلة الاحتفاظ بالكرة ربما هو الانتظار للثغرة. اللاعب يسدد. تصدي من حارس المرمى. الكرة عنده. حصلوا على الكرة الآن. السؤال المطروح شنو باش يعملوا بها؟ ميزوت أوزيل. أكيد الهجمة واعدة. إيرون رامسي. لعب مميز. الفريق يواصل هجومه لكن للحظة لا يجد الثغرة الانطلاق. إنريتش. وين روني. كرة تمشي باتجاه الحارس. تسديدة تعلو العرض. الفريق الخاسر كان مفروض عليه يفعل شيء. ها هو البديل.
coming onto the pitch, number 6, Paul Pogba. Substitution for Arsenal, coming off the pitch. محاولة أخيرة للعودة في المباراة التي لم يتبقى فيها الكثير. ايرون رامسي، ماتيو ديبيشي، سانتي كاتزورلا، تحكم ممتاز في الكرة، حذاري لعلها الفرصة، كرة ممتازة، التعرض الممكن الآن بأناقة المدافع بقوة الدفاع، الحارس خرج وشال الكرة من المهاجم وأنقذ فريقه من الضياع. كرة ممتازة ذكية برشا، تمشي وتتبدل بها اتجاه اللعبة. لحظات من الضبابية، اتفكت الكرة بسرعة استعادها. بول بوجبا. تقريب الفريق اليوم بدون أخطاء على مستوى التمرير، ما في غرابة بسبب تمريراتهم الجيدة. أعتقد أنهم يقدمون مباراة رائعة تتجه للانتصار. ربما أعتقد أن اللاعب البديل سحب أداء محترم جدا، وبالتالي نتصور أن هذا التغيير سيكون تأثيره إيجابي على معطيات الماتش. المساندة مطلوبة الآن، واللاعبين يأتون للدعم. كرة برا الخط ستعود على تماس. شو كرة ذكية برشا، والتبديل اتجاه اللعب ما غير ولا مشكل. كرة عند الحارس الأرض، قرار حكيم والسليم في فاول. قد يكون لدينا فرصة هنا. اعتراف المدافع كان ممتاز. لوران كوتزيني في انتظار الفرصة يتواصل التمرير. دفاع جيد على هذه الكرة. فرصة كبيرة للتعادل. كرة جانبية، كرة على جناب المرمى. تغييرات الآن قد تغير شكل المباراة. ريتش رمي التماس. بول بوجبا، سلسلة من المراوغات يمر حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد. لوران كوتزيني، أليكسيس سانشيز، التمريرة ممكن تربحك شيء بفضل هذا اللعب. من آخر محاولة في آخر فرصة،
هل ياتي جديد في المباراه؟ هانتر يسن هجوم في اتجاه مرمى الخصم. ناتشو موريال. ايرون رامسي. مباراة تنتهي بفوز مانشستر يونايتد. الظهور الجيد من هذا اللاعب في ماتش اليوم، اعتقد انه سيكون سعيد بعدما احرز هدف الفوز لفريقه. في المجمل مباراته كانت جيدة، وايضا لفريقه. Hunter, looking sharp out there. Keep it up. Appreciate that, Mr. Butler. I'm feeling good about my game at the moment. Well, it shows. Carry on grafting like that and there's no reason why you can't keep it up.